على راسي ابو عراق، هل البروتين باودر مضر للنساء؟ 100% مضر، الا اذا هي تريد تزيد وزنها. لف الجذع يقولون ياثر على العمود الفقري، ما بشحكي، الا اذا يلعبها غلط. كل التمارين تاثر على الجسم. اكو ناس تلعب الصدر ينخلع كتفها، اكو ناس تلعب اللور باك ينضرب ظهره، اكو ناس تلعب سكوات ينضرب الركبه مالته. الفكره انه الشخص يتمرن بثقافه، يعرف شلون يتمرن. سجلونا اياهم هذول باللايف شباب، لا تنسون عشان بلوكات ابو القندره بعد اللايف. خلينا ننظف الانستغرام. برادر كابتن جانتي فولو يو فروم يو كي برو، اي ام ان ماي 40 اوكي اند بين تريننج فور 3 مانث، ماي بودي هاز ابروفد لوت اوف ماي ثينكينج اباوت taking supplement. What do you think? You can't take supplement, brother. You can't take supplement, but check which supplement your body need. Just like that. Just don't take like a mix. Protein and whey and carbohydrates and glutamine. No. See your body. How much fat you have? How much you train per week? How much you eat protein from your normal meals? How much carbohydrates you eat? You need to check all the stuff. After that, you take what your body need only. ايش قصرنا باللايف؟ ها 30، يلا نسد التعليقات بالانستغرام. تم نمرق، يعني انت شايفني فاتح لايف وتتصل علي، والله ازعل من عندك، مو هيك توقف علينا شو اسمه الصوت، نصير لازم نسكر اللايف ونفتح مره ثانيه. الله يصلحك بس. ما تتخلص خابرني، والله زعلان منك ما راح اخابرك. شايفني فاتح لايف وتتصل. عندي إمكانية الأكل صحي للبيت ممكن؟ والله أخوي مثلك، أكل البيت الله يشهد عليه. شنو يعني أكل صحي؟ بس لكن عندنا لو كالوري مهتمين بيه. عندي إصابة بكوع اليد اليسرى صار أسبوع، والألم نفسه مدى يتحسن مع العلم تركت التمرين، شنو تنصحني؟ أنصحك أنك تغذي نفسك، تتعرض للشمس، تمام؟ تشرب شوربة العظام، المي مالها. تريح من التمرين، ما تتمرن اي شيء، ممكن كارديو تلعب لكن تمارين ممنوع. وطيب شوي شوي. يصير العب جيم بالاسبوع 4 مرات مو يوميه، هو هذا الاصل. جيم. عندي بقع بتطلع مع اتمرن، شو اسوي؟ راجع دكتور، انا مو دكتور. شكرا يا مريم. على راسي بموسى. حبيب. مشكور اخويا. شكرا بموسى مره ثانيه، جزاك الله خير. يصير العب جيم، جاوبتش علي اختي، جاوبتش. كيف انزل دهون ومي؟ طلع عضلات. اكل البيت واكل المطاعم شنو تقول؟ والله حتى لو ما المطاعم اكل، لكن اخلي وجباتي صغيره. على راسي، شكرا يا هوشان. سدينا لايف. شنو التحاليل الاساسيه اللي ياخذ هرمونات؟ وظائف كبد وكليه، ونسبه التستوستيرون بجسمك، ونسبه الكوليسترول. شنو رايك بالسيناتروبين هرمون النمو؟ هدفك شنو علشان تاخذه؟ مؤمن جبوري، شكرا. تمرين استرتش لعضله الترابيز، نفس التمرين هذا بس اعمله بتكنيك سقوط، بيم هيك استرتش للاخير، ما تنزل بطيء. هو هذا يسموه التمزيق العضلي. كيف اتعامل مع التشققات؟ التشميس وتغذيه الجلد، تمام، هاي اهم شغله تسويها، وركز على تغذيتك بشكل عام. شلون يصير الكتف اكبر من الباي والتراي؟ شنو الترتيب؟ تتمرن الكتف بيوم كامل الوحده، ما تشاركه ويا عضلات ثانيه، وتجهده من صدق، واهم شيء انك تتمرن بالتسلسل. موجود فيديو كامل على اليوتيوب، شوفه. اللي يريد ينحف عادي يتمرن 6 ايام بالاسبوع، مو غلط انك تتمرن 6 ايام بالاسبوع، لكن فكر بطاقتك العصبيه، تحتاج انك ترتاح من الجهد من المجهود بالجيم علشان يصير الميتابوليزم مالك اقوى، علشان يصير عندك طاقه انك تحرق اكثر، مو يوميا. هو صحيح كان لازم يصير عندك مجهود، لكن همات لازم تحترم طاقتك. كابتن نعرف السرطان يحب الشيء.